وانطلقت الآن الجياد في شوطها الأول على جائزة فالح بن مجلاد الفويجي السبيعي يرحمه الله، أحد الرواد الذين دخلوا الرياض مع الملك عبد العزيز طيب الله وثراه. هذا الشوط على مسافة 1200 متر لجياد الإنتاج السعودي التي لم تكسب عمر سنتين، وقيمة الجائزة 36,000 ريال. الشوط الأول والصدارة لشبل الماهر ومحاولات أيضا من أحزابه في المركز الثاني، بالإضافة إلى وذف من الخارج الآن للصدارة، وذف المركز الأول وصر متأخر، والصدارة لوذف المركز الأول متقدمة على شبل الماهر الآن بأقل من طول، وتأخذ الآن الجياد المنعطف الأخير باتجاه خط النهاية، واندفاع قوي لبقية الجياد. آمنة أيضا تتقدم من الخارج ووذف المركز الأول، وتنافس قوي في هذه الأثناء على الصدارة ووذف متصدرة، ومحاولات أيضا للتقدم الآن في المركز الأول وفي المئة المتر الأخيرة لشبل الماهر الذي يتقدم الآن. شبل الماهر يتقدم إلى الصدارة والمركز الأول وينهي هذا الشوط لصالحه. ألف مبروك. إذن شبل الماهر